قولي لي، البواب قال لي ان هو لسه هنا. طب وايه يعني؟ هو احنا بنخاف؟ لا ما بنخافش، بس انت قلتي لي انك هتقعديني معاها وانا ما كنتش عارف ان هو هيبقى موجود. ما انت اللي بدرت شويه، وهو على حظك النهارده بالذات اتعطل، اصل فرح كانت تعبانه شويه. لا الف سلام عليها. طب هو عارف ان انا هنا؟ انا منبيه على الشغاله. هو هيتفاجئ. انت بتعمل ايه هنا يا جدع؟ انا اللي قلت له يجي. مش كده يا فؤاد، ده انا في بيتك. وانا مش عايزك في بيتي، مش لعبار. وبعدين معاك بقى يا فؤاد، ما تهدى شويه، الراجل جاي يزور منار. واطلب ايدها منك تاني. وانا ما عنديش بغيت للجواز. اتفضل اطلع بره. بابا انا موافقه اتجوزه.